هذه الوحدة التي يطلق عليها باور سبلاي اللي احنا برضو شايفينها هنا، بيتم امداد جميع المكونات الداخلية للجهاز بالطاقة الكهربائية اللازمة، حيث يخرج منها مجموعة من الأسلاك. أولا هذا هو المقبس الرئيسي والذي يتم تزويد اللوحة الأم بالكهرباء من خلاله. ثانيا مقبس ثانوي لتزويد اللوحة الأم أيضا بالطاقة الكهربائية، حيث يختص هذا المقبس بتزويد الكهرباء للبروسيسور. أما هذه المقابس المتشابهة فإنها تقوم بتزويد الكهرباء لمشغلات الأقراص الصلبة هارد ديسك والسيدروم من النوع IDE، وهذه الوصلة خاصة بإمداد الكهرباء للفلوبي ديسك. أما هذا الكونفرتر فيتم توصيله هكذا، وبهذا يمكننا إمداد الكهرباء لمشغلات الأقراص الصلبة والأقراص الضوئية CD-ROM و DVD ولكن من النوع الستة.